مرحبا، معكم كارمي شماس، واليوم بدي أحكي عن الخميس 23 أيار مايو. اليوم القمر بعده موجود ببرج الجدي لليوم الثالث على التوالي، واليوم القمر بينتقل من برج الجدي لبرج الدلو بتمام الساعة 9 مساء توقيت بيروت الصيفي، يعني الساعة 6 مساء توقيت العالمي. بينتقل من بعدها لبرج الدلو لحتى يشكل مثلث فلكي هوائي. فكيف رح بيكون نهارنا؟ يلي بيتابعنا من القارة الأمريكية بده يعتبر أنه تقريبا من منتصف النهار عنده رح بيكون في تأثيرات حلوة من القمر الموجود ببرج الدلو، خاصة للأبراج الهوائية. على كل، خلونا نبلش. مولود برج الحمل، هنالك انفراج، هنالك ارتياح، هنالك تغيير في المعطيات، يلي بتصير أفضل، يلي بتصير أريح، يلي بتصير أنشط، ويلي بتخفف عليك وطأة الضغوط يلي بتمر عليك فيها خلال ساعات النهار، خلال ساعات الصباح، ويلي عشتها امبارح، واللي عشتها أول امبارح، لكن أنت عم تركض وعندك الديناميكية ومش ناقصتك أبدا. هذا الجو إذا يتحسن وقت القمر بينتقل لبرج الدلو اللي هو مساء بتوقيت بيروت، وبالتالي ليلتك اليوم بتكون هنيئة وبتكون هادية. يلي عم يتابعنا من القارة الأمريكية معناتها منتصف النهار عنده رح بيكون نهار مفيد وجيد وبناء وكونستركتيف وإيجابي. الأكثر حظا بعد مواليد 11 12 و13 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لك مولود برج الثور، بناسبك وجود القمر ببرج الجدي هو التأثير الأفضل لك بهذا النهار، وبالتالي كل شيء والقمر موجود ببرج الجدي فرصتك قوية وبمتناول إيدك لحتى توصل للحل ويلي أنت بتريده. فتحرك عبكير، ما تتكسلن، بالعكس همة، كون عندك، كون صاحب همة وتقدم. الأجواء ممتازة والأجواء بتسمح لمواليد برج الجوزاء يكونوا لمواليد برج الثور يكونوا ناجحين بعملهم بنهارهم، وما تأجلوا، ما تأجلوا لوصول قمر لبرج الدلو. كوكب الزهرة بعده موجود ببرج الثور، والأكثر حظا اليوم 27 28 و29، وحتى يمكن فينا نسيت 30 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء اليوم نهار بيبدأ شيء وبينتهي بصورة أحلى. مع وصول المثلث الفلكي الهوائي ينعم مولود برج الجوزاء بارتياح، براحة نفسية، بطمأنينة، وبنجاح بعمله وبشغله. هلأ يلي عم يتابعنا من القارة الأمريكية هو يمكن الأكثر حظا، لأنه رح بيكون في عنده مجال ليستفيد من الطاقة الحلوة. بمناطقنا نحن، مناطقنا بالشرق الأوسط، بأوروبا، بأفريقيا، القمر ليوصل لبرج الدلو رح بيكون مؤخر بالليل، وبالتالي كل نهار تقريبا رح بتكون تحت تأثير القمر برج الجدي يلي هو معناتها الدبلوماسي الدبلوماسي الدبلوماسي، المرونة المرونة، وبدك تسمع للطرف الآخر، بدك تسمع له، بدك تشوف شو عم بيفكر وشو عم بيقوله، مش انت تاخد انت وتحلل الأمور على ذوقك وتمشي باللي انت بتريده، بدك تسمع الطرف الآخر لحتى ما يعملوا لك قصة بعدين. الأكثر حظا 12-13 حزيران يونيو بسبب تأثيرات كوكب المشتري. بنتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان الهم عندك بيختفي لما القمر ببطل موجود ببرج الجدي، وبالتالي اليوم كمان أنت من الأبراج يلي بتنام مرتاحة، يلي بتنام مرتاحة، يلي بتخلص من الهم ومن الضغوط وبتطلع من المشكل مع وصول القمر لبرج الدلو 9 مساء توقيت بيروت الصيفي. بالقارة الأمريكية من بعد الظهر بلش الأمور عندكم تتحسن، وبالتالي بكون دول بوة، يعني تخلوا الأمور تمشي شوي 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 لحتى توصلوا للانفراج. بعده عن المشاكل، مش وقتها تندموا، المشكل معقولة يتأزم. انتبهوا، أي شيء بيصير حاولوا أنكم أي نار بتشوفوها ولعت طفوها، لأنه كوكب المريخ موجود ببرجكم ولأنه نهار صعب وغير مناسب فكونوا حذرين جدا 25-26 و27 حزيران يونيو. كمل مع برج الأسد. مولود برج الأسد ما بيناسبك وصول القمر لبرج الدلو، لأنه بده يستفزك وبده يتحداك وبده يطالبك بتبرير وتفسير للأمور. الأجواء عندك بتكون شوي ألطف مع وجود القمر ببرج الجدي، فبرمش نهارك على هذا الأساس. ونصيحة، حاول مولود برج الأسد الأمور يلي بتشتغل عليها تحلها، ما تتركها لبعدين، ما تتركها لعشية، ما تتركها لبكرة،
شهل مع وجود القمر ببرج الجدي، حتى ولو تعبت شوي. هو نهار شوي بتعب لأنه بيركتك، لكن بيضل أحلى من الركض لما بيكون فيه معاكسات. 14 15 آب أغسطس تأثيرات حلوة بتوصلكم من كوكب المشتري، فلحقوا حالكم. بنتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء هو برج ترابي، والقمر الموجود ببرج الجدي بيعطي تأثيرات حلوة لإلك، وبالتالي الجو بيكون متعاطف معك، بيتفهمك كل شيء، والقمر موجود برج الجدي. تقريبا كل نهارك ممتاز، كل نهارك يؤدي أو بيودي إلى القمة. ما في خوف على مواليد برج العذراء اليوم، بالعكس بيتقدموا. لكن اللي بتحطوا براسكم انه انتم دخلتوا بمرحله تحمل المسؤوليات، ودخلتوا بمرحله كانكم نجحتوا، كانكم تخرجتوا، وكانكم صرتوا دخلتوا سن الرشد، وبالتالي تعاملوا مع حالكم ومع الظروف، مع الظروف على هالاساس. 27 28 اب اغسطس 13 ل 16 ايلول سبتمبر الاكثر حظا. وليش دائما عم بذكركم؟ ليش بتلوموني او بتسالوني ليش فقط هدول؟ بقول كلكم محظوظين، لكن بشكل خاص هالمواليد يلي بذكرها لانه تاثيرات اورانيوس زحل وبلوتو بعدها موجوده، وهي تاثيرات بطيئه وبتطول شوي لتزيح. فالمواليد اللي ذكرتها لازم تستفيد من هالايجابيات. كمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان الجو عندك سوف ينقلب رأسا على عقب لصالحك، لصالحك مع لحظة وصول القمر لبرج الدلو 9 مساء توقيت بيروت الصيفي، وبعد الظهر للي عم يتابعنا من القارة الأمريكية، أو الصبح حسب أنتوا وين عايشين بأي منطقة. الجو رح بيكون إذا ممتاز لما القمر بيكون ببرج الدلو، لكن من هلأ لوقتها شو بنعمل؟ هلأ لوقتها بدنا نتجنب الخلاف مع أولادنا ومع عائلتنا، لأنه بنندم بنقول يا الله يا ريت طولنا بالنا. فطولوا بالكم لأنه ما بتحرس، كبروا عقلكم، ما تتفلسفوا كتير على أولادكم، حاولوا ما تلقوا اللوم على الأهل إنه فلان أنت عملت هيك، لو ما عملته هيك، لو ما عملته هيك. طولوا بالكم على حالكم، اهتموا بحالكم ببيتكم، في عندكم نوع من الحنين للبيت، يمكن مثل ما قلت قبل عندكم نوع من حساسين شوي او زعلانين شوي، فطولوا بالكم، الامور سوف تنقلب لصالحكم. والاكثر حظا رح بيكون مواليد شهر سبتمبر. بنتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب كل شيء والقمر موجود ببرج الجدي، انت ماشي بطريق صحيحه، وانت شخص ناجح، وانت شخص متقدم، وانت شخص ذكي، وانت شخص فعلا فيك تكون في الصفوف الاماميه. بقول لمولود برج العقرب انه انت من الاشخاص الاقوياء، ومن الاشخاص يلي بيقدروا يتحملوا مسؤوليه كبيره وبيوصلوا الى خط النهاية. ما تخاف من شيء، روح على شغلك، ما تتمارض، ما تخلق لحالك excuses وحجج لحتى تغيب، بالعكس تماما يمكن غيرك خايف منك لأنك اليوم أنت الأقوى، لكن خلص قبل ما يوصل الأمر لبرج الدلو. الأكثر حظا نسبيا مواليد 31 أكتوبر 1 و 2 نوفمبر تشرين الثاني. كمل مع برج القوس. مولود برج القوس بعتبر هيدا نهار ممتاز من اوله لاخره. لا قلق على مولود برج القوس، ما تخاف من شيء. في معاكسات؟ ايه في معاكسات، كل العالم تمرق بالمعاكسات، كل الابراج تمرق بالمعاكسات، بعده هلا مولود برج العقرب طالع منها، وبالتالي ما في اي مشكل، شرط انه تبلش تشتغل بطريقه صحيحه ودقيقه، وتحاول وتجاهد لحتى ما تترك نقطه حدا يطالبك فيها، نقطه ضعف. اليوم مولود برج القوس يتقدم، وعلى الارجح هنالك يا مساومه يا نقاش، عم تشرح او عم تطلب شيء من شخص او من جهه معينه، وفي احتمال انه اليوم تسمع الجواب. وعلى الأرجح جوابك بيكون جيد جدا، لاسيما إذا كنت من مواليد 13 و 14 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. اليوم مولود برج الجدي، ومع وجود القمر ببرجك بعدك أنت الرقم الأصعب، وبعدك من الأقوياء، وبعدك شخص
ماشي بطريقة ممتازة وماشي بسرعة وماشي فعلا بخطوات ثابتة. اليوم مولود برج الجدي ضروري يكون في عنده كمان لحتى ما تروح جهودك دعان ونوعية الوقت تروح سدى. اليوم مولود برج الجدي لازم تكون مقرر وعارف حالك وين بدك شو بدك وين رايح. مش ضروري انه تكون كل حياتك اليوم انت مقررة، لكن على الارجح اليوم في قرار مفروض يكون صار واضح بالنسبة لك، هذا اذا ما صار القرار في اليومين السابقين. فترة مهمة جدا لشغل جديد او لأسلوب حياة جديدة. الاكثر حظا فيها تكون 30 و 31 ديسمبر كانون الاول. بنتقل لبرج الدلو. اليوم مولود برج الدلو لا جواب لك، لا جواب حاسم، لا جواب شافي، الأجواء مخيبة للأمل حتى لحظة وصول القمر لبرشك 9 مساء توقيت بيروت الصيفي. قبل هاللحظة لا يوجد جواب، عير الساعة وشوف أنه ابتداء من 9 مساء توقيت بيروت الصيفي يعني 6 مساء توقيت العالمي، أو فيك تقول هلا بسبب توقيت الصيفي فيكون 7 مساء توقيت لندن الصيفي، الأجواء عندك بتبلش تبرم فقط لا غير. قبل كله هدوء، كله كونفيوجن، كله ضياع، وابتداء من لحظة وصول القمر لبرجك تتحسن الظروف وفرص النجاح 100% 100%. تقلب وبيقلب دولاب الحظ لإلك، جرب وشوف. الأكثر حظا رح بتكون مواليد كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت أنت من الأشخاص يلي ما رح يناسبهم أبدا أبدا وصول القمر لبرج الدلو، لانه مع وصول القمر لبرج الدلو ومع وجود الشمس ببرج القوس، عفوا ببرج الجوزاء، تدخل بمرحله دوامه من الحيره ومن التعب ومن يمكن الاحباط والامور من هالشيء. لازم تسمع يوم بكره او الابراج الاسبوعيه. اذا من هلا للساعه 9 مساء توقيت بيروت الصيفي، الساعه 6 مساء توقيت العالمي، الاجواء عند مواليد برج الحوت جيده وماشي حالها، لكن بعد هالساعه هاللحظه هنالك دخول في مرحله ركود ودوامه من الحيره والتعب ويمكن خيبه الامل، فكونوا حذرين جدا. وبتبقى بالنتيجه مواليد الاكثر حظا نسبيا 23 ل 25 شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، بانتظار مولود اليوم سنة فيها يمكن اهتمامات بالعائلة، اهتمامات بالأمور العقارية، اهتمامات بالأمور التأمينية، بوليصات تأمين وغيرها، كما أنه في احتمال أنه يكونوا عم تهتموا بترتيب أموركم الأكاديمية. هيدي سنة بتتقدموا فيها بشكل كتير كبير، ولكن انتم بحاجة الى اختصاصيين يكونوا الى جانبكم. وانتبهوا ايضا لاوضاع صحية. حزيران، يونيو، اب، اغسطس، اكتوبر ونوفمبر هني افضل الاشهر. الى اللقاء بكرة مع ابراج جديدة، وما تنسوا الابراج اليومية بتطلع كل يوم الساعة 6 مساء توقيت بيروت الصيفي. الابراج الاسبوعية ضروري تحضروا وتسمعوها هذا الاسبوع بسبب تغييرات بمواقع النجوم. ودعكم، باي باي.